تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 405 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 97 طن مواد غذائية وغير غذائية. كما تم ضبط أكثر من 38 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومه، وضبط قرابه 47 طنًا في مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائيه. فيما تم ضبط 12 طن اسمنت في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء. وتم ضبط 606 قضايا في مجال قضايا المخابز، من بينها 146 قضيه خبز ناقص الوزن و149 قضيه خبز غير غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط سبع قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 22 طن أقماح محلية